جمهورنا الغالي من أمام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، هنا بدون تحيز أنا علي بالروية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسبوع جميلة ورائعة إن شاء الله نوفق في هذا الأسبوع. يصحبني في هذه الرحلة اليوم كلا على يمينكم دائما الجميل محمد منصور نمر النقد. صباح الخير يا أبو منصور. صباح النور والسرور أستاذ علي، ويوم جميل بداية بإذن الله، أتمنى التوفيق للجميع. جمهورنا الغالي أيضا على يمينكم الجميل والمتألق والفارق إبداع الحيم. صباح النور يا أبو مفلح. صباح الخير يا أبو عبد الله، الله يطول بعمرك. اليوم في تفاؤل، اليوم بعد اللي شفناه البارح في تفاؤل، والحلقة هذه إن شاء الله بتكون حلقة استثنائية، لأن الشباب واضح أنهم دخلوا المود ودخلوا الجو بسرعة. يا سلام، بداية أسبوع جميلة ورائعة. أمس كان معنا البرايم، أو البرايم الثالث إذا صحت التسمية، هو ثالث برايم في هذه النسخة، لو أنه بيروح الأول لأنه رجعوا المتسابقين اللي طلعوا وطلع اثنين يعني. عموما أمس كان معنا برايم، بدأ الساعة 11:30، انتهى الساعة 3:05 تقريبا، 5 دقائق يعني، أخذ مدة 3 ساعات ونصف، مدة طويلة في عالم البرايمات. نشكر عادل بن هيف، حضور كان مميز أمس، ما قصر أدى لكن طول. اللجنة اللي كانوا معنا، شكرا وائل خواجي، شكرا المخرجين اللي معه والطاقم، بصراحة كانوا مبدعين وحضورهم كان مميز. لكن أيضا البرايم كان حدث، ودعنا سلطان الجلوي نقول له الله يوفق، ودعنا أيضا عبد العزيز الأكلبي اللي كنا نطالب باستبعاده، يعني نطالب باستبعاد عبد العزيز الأكلبي يطلع برايم. ما أدري أنتم تطلبون بعد الاستبعاد، أنتم تطلبون واحد بيطلع برايم. طبعا جمهورنا، احنا معنا تقرير راح نعرضه، بس بعد ما ناخذ راي الاخوان في اللجنه في النقد هنا وبدون تحيز على البرايم. ابدا مع الجميل دائما محمد منصور، برايم امس ايش رايك فيه؟ والله يا علي، اولا شهادتي مجروحه في النقد الكبير علي عادل هيف اللي نتمنى له التوفيق، كان زميل معنا هنا، فالشهاده شوي مجروحه لكن دمه. فني احنا مهنيين هنا بناخذ المهنيه، واذا نبغى نتكلم بوضوح وصراحه، الاخو عادل هيف لك ان تتخيل انه البرايم كان اطول من نهائي مباراه الهلال والنصر. تخيل مع التتويج، مع البابا غنود، مع سفنب، مع كل شيء، اطول من مباراه الهلال والنصر. عادل هيف كان يبحث عن شيء جديد. عادل، احنا ما لا تبحث عن شيء جديد، نبي عادل هيف. لن تكون يعني ما انت بصاير مثل قبلك ولا تكون نسخه من قبلك. يعني انت يعني تقول، معليش، انت تقول ان عادل كان يتقمص شخصيه احد البارح، ما كان شخصيه عادل. في 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 مرحله من البراين شفت عادل كانه يذكرني بزياد الشهري مثلا، تاثر ممكن، بس انك لا يعني تجي توقف جنب المتسابق وتقول هلا وتسولف مع، نبغى شكل جديد. عادل طولت كثير، طولت كثير يعني والله العظيم، حتى الضيوف يعني مواعيد وشيء، يعني كان عادل شوي طول. النقطة المهمة اللي لازم أعرفها أن عادل شال الليلة، عادل ككل يعني، عادل في تقديم اللي بيطلع كان جميل أيضا، مع أني ودي أن أطلع اثنين على طول، بحكم يعني فنيا كان مفروض أنه يطلع اثنين على طول ويعلن مثلا وداعا فلان وفلان ويمشي الليلة. السؤال الأعظم والسؤال اللي لازم نعرفه، متسابقين جايين كبرايم اللي طلعوا برايم، مو صحيح الموضوع، لازم نحط نقطة ونحط دائرة حمراء. نبي نتناقش فيها هذه في محور ثاني، نبي نتناقش فيها بمحور ثاني برجع لك. تكلمني عن البرايم وعن أداء عادل. تم تم تمام تم. شكرا محمد. محمد يقول أمس ما شفنا عادل بروح عادل، شفنا عادل يتقمص شخصيات ما هي بعادل، ترى شيء طبيعي. شوف قد يكون طبيعي، لكن من المهنيه والفن ما يتقمص احد، انا كل واحد ولو شخصيته وكاركتره، فالمفروض ان عادل طلع بكاركتره وشخصيته، ما طلع يتقمص احد، لان عادل مميز وعنده كثير. هذه وجهه نظري انا. انت تتفق معي؟ اتفق معك، ما عندي مشكله. اداء كان جيد، لكن ابغى اشوف عادل بن هيف، ما ابغى اشوف كاركترات متقمصه. ابو مفلح، البرايم امس، أنا بتكلم عن البرايم بعيداً عنه طول
وهذه اللي يتكلم عنها ابو منصور، لكن انا بشوف اختلف مع ابو منصور في نقطه واحده بس، ان انا اشوف من الطبيعي جدا كاول فقره يستلمها عادل هيف، وفقره مهمه مثل البرايم، يمكن ما يدخل الجو بسرعه، يمكن انه يبي يصل مرحله اني اثبت نفسي في البرايم او اثبت قدرتي وجدارتي اني في استلام البرايم. ابو نايف انت ما انت بحاجه انك تثبت، انت الاختيار يعني ما صار لعادل بن هيف الا بعنايه، فهذا يعني نقطه مهمه لازم يعرفها، انه يجي بهدوء. النقطه اللي ممكن عادل هيف ما قدر يجدد فيها، اللي ما قدر يجدد فيها، ان ابو منصور يقول ما ابيك تسوي اللي قبلك واللي بعدك، اليه البرايم تحكم عليك انك تسوي كذا، اليه البرايم هو يا انه يتم تجديد في البرايم ككل عشان انا اقدر اجيب شخصيه جديده، لكن انت تحكمني في اليه لازم انا الشخصيه هذه امشي عليها. ممكن في بعض المواقف ان على قولة منصور انه طلع عن مود عادل هيف وراح لشخصيه ثانيه، لكن كاول حلقه انا اهني ابو نايف على ادائه القوي جدا والحضور الذهني، لكن البرايم حالات انك تختصر وتخلص بدري، واعلان النتائج مثل ما قال ابو منصور يعني قفل علينا جميع المحاولة كنا بنذكر. طيب شكرا ابو مفلح، لكن انا اقول لك يعني ابو مفلح يقول بداح يقول عادل امس سوى فرد عضلات، اعطانا امكانيات ان انا استطيع اني اصلح كل شيء تمام، لكن ايضا نبغى عادل بروح عادل. شكرا. انا اما تعليقا على موضوع انه الاختيار المفروض انه في الخروج انه قال فلان وفلان في امان الله، لا، طريقه عادل امس لو كنت في مكان عادل بسوي نفس الطريقه. ليش فلان في امان الله؟ لاني انا لما اقول فلان وفلان في امان الله بيضج، ممكن اظلم واحد. كيف اظلم واحد؟ كيف اظلم واحد؟ انا لما اجي اقول سلطان الجلوي في امان الله، عبد العزيز الاكرمي في امان الله، اللقطه نفسها حقت المخرج هو بياخذ رياكشن سلطان الجلوي وزملائه، ولا بياخذ رياكشن عبد العزيز الاكلبي وزملائه. صح كلامك، بس احنا ما تمنينا اصلا ان عبد العزيز الاكلبي يطلع برايم، احنا تمنينا يكون استبعاد وبدال عبد العزيز. هذا مطالبات، عشان كذا احنا بنعدل بنعدل يعني مطالباتنا، ما نطالب احد باستبعاد. اصبح باللي على يميني دائما الجميل سالم بحزام. صباح الخير ابو حزام، ليش تاخرت علينا؟ صبحكم الله بالخير وبالرضا وبالنور، وصباح الخير على الجميع، وصباح الخير على النقاد. معليش أنا أسحب تصبيحي على سالم حزام وتصبيح. والله يا أخي ما هو معقولة كذا ناقد كبير مثل سالم حزام مايك مقفل ويطالب يقول متسابقين مغضين مايك. يا أبو حزام خارج المود، يا أبو حزام خلك مثل اثنين اللي قالوا مسكر مايكك، قال لي مسكر مايكه وهو صوته هواء، يعني ما أجيك عاونك. الله يهديك أجيك عاونك. لا مربوط يا طلع صوت سالم مخرجنا للجميع يثني عليه الحقيقة. يلا أبو حزام صباح سعيد. صباح النور وصباح الخير، وأنا والله سعيد جدا وأنا أستمع لكم، حتى جلست للشبابية العالية اللي تتحلى بها بدون تحيز مع أبو عبد الله، ولا الشباب ما شاء الله. أبو منصور هين متجرد من مشاعر من زمان، وبداح أيضا ما شاء الله تبارك الله عليه، لكن الربع بداح قال كلمة اختير عادل بعناية. الربع أنتم ما تشوفون فرحة الإدارة أمس بعد نهاية البرايم، مشكلة البرايم مال المكان بشكل مخيف، شكل خلانا نعض أصابع الندم، ليش ما طلعنا عادل من زمان؟ يا سلام، ليش يا الربع؟ ليه الآن حتى الاختيار فيه شرارة أو فيه شعلة تقول ابتدأ عصر جديد لقناة الواقع، أبنائها هم من سيحمل هذه الشعلة إلى بعيد، سيما عادل اللي بيقتدي بالإعلاميين يقتدي بعادل، لا اقتدي بي أنا أعلمكم. أنا حتى في تغريدات عادل ما خسر أحد من محيطه، أنا خسرت بالكريك ما يهمني، أعلمكم الصدق، إذا بتقتدون اقتدوا بعادل، اقتدوا به، رجل دبلوماسي تنوع حتى ومر على جميع الفقرات وملاها، يحضر تحضير ما يحضر أحد منا بأرقامه، بس فيما أخذ أنه سرها إلى الساعة 3، يعني اللي تابع البرايم المفروض أنه يروح الفوال على طول بعد البرايم. صدق عاد بالله، صدق بالله اني انا دقيت على واحد من الزملاء قلت وينك؟ قال والله اني عارف. قلت لا قمقم يا رجال، تمام بصلي الفجر الحين. اي والله ونروح نفطر. ما هو منطق يا رجال. لكن عادل بن هيف امس خلصنا من مشكله البرايم، المشكله دائما تؤرق عيون مجلس الاداره، دائما هم الاعشى ابو بصير وش يقول؟ كان يغني في حرب ذي قار، يقول ارقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من مرض وما بي تعشق.
يقول لاني مريض ولا أنا بعشق لكني سهرت مهتم سمعها كسرة. قالوا شو يقول هذا العربي؟ قالوا يقول إنه سهران لكن لا هو مريض ولا هو بيعشق. قال فلص هو لكن عادل هو لص البرايم صرف النوم من أجفان الناس لكن في مشكلة في البرايم الكراسي فاضية. الربع العجيرب أول ما جاء في ذي قال عندكم مسرح أولمبي لو عندنا سوينا مسرحيات عليه. يا سلام الآن الأماكن فارغة ليش؟ رجع الجمهور الربع. نعم رجع الجمهور رجع التذاكر يا ناس نتفق. يا سلام خلي الحياة تعود. سالم حزام شكرا. سالم حزام يقول رجعوا التذاكر ما. وقبلها يقول ان محمد منصور منسلخ من مشاعره مشيناها هذه ويقول يقول هو حزام لكن الكراسي ما حطت الا للناس الا للجمهور ويقول بنرجع هذا محور ترى مهم بنرجع له قبل ما اجيك. ويقول عادل جميل حضوره جميل لو انه كان طير النوم من عيونه ما ودي اقول لص لكنه بصراحه انا اتفق. عادل انت جميل ورائع واخو ابن هذه القناة فشكرا لما قدمته أمس ننتظر منك الكثير الأسبوع القادم. زملائي الأعزاء قبل ما نبدأ حلقتنا ونستهل محاورنا تقرير اللي إن شاء الله تتعودون عليه تفضل. ويغفل عن ماذا يقدم للغد يعني دائما هو ينظر إلى بكرة. الحيوية عدنا إن شاء الله والعود أحمد بطاطس جاهز يعني أكثر من كذا ما في مدلعتهم القناة جايب المعدة شوق جالسة تكتب محتوى لهم وجالسين نجهز مقاطع كذلك لهم هم ما في أي اهتمام. أنا أبغاك تعلم أخوياك بعد شوي إذا اجتمعتوا مع بعض تمام إن اللي يطامر على المطبخ واللي يلعب في أواني المطبخ ما عاد هو بداخل المطبخ. اشتقت لك يا بعد حي وحيا عزوز هذا مو بنا انا هذا مهكل شخصيتي يعطوجي شوف كم شوفي لا تنسى مشاكل كل معي جوال لا بسم الله اني راح لامي انشب لها يمه تكفئني اثر ما قفت بها ولا شاد صدق سحر البيان تبي من كمان وقلت كل يا مان ليش هذا؟ جيت على عشان الضيوف يجتمعون من الكلام ذا ايوه جلس على الكرسي قبل ما تنتهي الفسحه صح نفسي حزينه واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واسم المريفة تعيش راية بلادي تعيش راية بلادي يا فيصل اليوم يا المشوت اللي على شقها رقع حنا على صدر السحاب نتمشى والرجال عاد يصيح وسمع وهم مقبلين على البيت سمعوا صوت العجوز وصوت الرجال يعني قاد بينهم عبرني عن أحوال رايا ولا يا بارق فشا طيبين شخبار عادت لها الحياة. شوفوا يا اخواني رتبوا اهدافكم ما ادري كويتك الدولة يعني اكسب لا لا واحد انت وين ساكن يا خاب الله يا برا شكرا اللي شاركنا في اعداد هذا التقرير شكرا للمعدات اللي معنا واللي شاركونا شكرا لهم. نبدا في اول محور اذا سمحتوا لي تفضل الجميلين اللي معي دائما اول محور عطني يا شغل لي مقطع ايضا تروحنا ليه وين بتروح محمد لا 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 ليش وين بتروح محمد وين بتروح بيشاور تروح سالم ركز عليه يعني ما تبي تصير على يمنا الجمهور تبي تصير على يمنا سالم خربتك كذا اسمني بس تحي اعطوني اسمني بس تحي احنا لازم نعيش الواقعيه مو صور احنا شفافين يا ابو منصور يا ربع برجع لايام بزنس طاحت مخده هنا مكان الشر طاحت مخده في مخده ترفعك ما احد مخده والله ترفع علومه ابو منصور مخده ترفع علومه ما هي مخده يا الله اعطوني التقرير اعطونا وليد البحيح ولا كذا صار اطول منك ابو حزام وليد البحيح كني رجعت تمثيلي مع محمد موت كيف اعتذر على التمثيل وقت لي بتمثيلي مع محمد موت تعتذر عن التمثيل سلطان بس استاذن اسمح لي بس انت الان سلطان تعتذر من التمثيل في المشهد الارتجالي وانت موجود في الاوتسايد وهذا ممكن يضرك يخليك احد المغادرين اذا تبي تطلع قول على المسرح انا بيطلع لا لا والله ما بطلع بس اكتفي بتمثيلي مع
مجموعتي. سلطان حبيبي الله يقطع كلامك عادل، انت معتذر عشان الدور ولا انت؟ لا لا والله عشان كله، لا لا انا معتذر عن المشهد. طيب طيب سلطان اذا تبغى واحد مننا يطلع معاك يساعدك ما ترى. الله يعطيكم العافيه واعتذر انا. طيب انا بستاذن باسم لجنتنا. سلطان يعني انت تعتقد ان المشهد ما يناسبك؟ لا لا مو طيب جمهورنا زي ما تابعته سلطان اعتذر عن تأدية المشهد. اول شيء برجع لاخواني عشان اخذ وجهه نظرهم. سلطان انت سحبت من القرعه واخذت مشهد ارتجالي، هي المشاهد على عددكم. بما ان عندك نيه انك ما تؤدي المشهد، ليش تحرق فرصه قد تكون مواتيه لاحد زملائك الفكره هذه توافق معه؟ سحبت الفرصه وقفت على المسرح قلت انا ماني مؤدي انا اعتذر. هذا اترك التعليق عليها عند سالم حزام. تفضل يا ابو حزام. والله انا عز علي صراحه خروج سلطان وترى من اول قايل للشباب يوم يقدمون قلنا انت عندك استعداد انك تمثل. ايش قال؟ اي واحد يقول في البدايه بيسكتنا اي امثل وانا عندي مشاهد، وهو مو مقتنع بفكره التمثيل اصلا ويرى انها ايضا مهم مناسبه لشخصيته. بعضهم يعني يقول امثل وش ابي امثل؟ لاني بطالع ممثل اصلا، بس انا ما علي فرصه اني اطلع الا من ذا البرنامج بقول اني ممثل لا مشهد. سلطان ما ارتاح اصلا من بدايه البرنامج فاتخذ القرار اللي الحقيقه انا ارى انه شجاع فيه. الذيب ما عايره الناس بالذله، لا شاف ما هي بلا روح وخلاها. هو شاف انه وصل الى نهايه الطريق ما عاد قدر يكمل. ايش؟ قال ما لي الا الطريقه ذي. ايش دراك؟ واضح انه يبي يروح. كنت ادري انا والله. انا لو اني من قلت له اجلس ولا تطلع. حرام. ابو منصور. فقيده. حبيب قلبي. كيف شفت ال اول شيء عبد العزيز الاكلبي تحيه من اعماق قلبي. من هنا تنطلق من قناة الواقع إلى بيشة، وهذه بيشة خصوصا عبد العزيز. أنا عمو أكرم من ولد خير من مثل أهله، يعلم الله أني صادق وطالب باستبعادك. نعم ولكني على جانب شخصي أحبك وأحب ربعك عبد العزيز، فلك التوفيق وخير لك إن شاء الله. أما بخصوص سلطان، سلطان هو النجم اللي ضحينا فيه صراحة، وخسارة جدا على النسخة. الأسف الوحيد أنه طلع، اللي يعزي انه يرى انه مثل ما قال سالم ما راح يكون يعني مثل ما قال خلاها مهيب له، هو ينظر كذا. الله يوفقك سلطان، انت خساره فعلا على البرنامج. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، سلطان كان يامل ويتمنى انه ينافس ولا ما جاء بدري؟ صح 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 ما جاء بدري، ولكن البيئه صادق، البيئه ممكن اثرت فيه من اول الناس في طموح ده. سلطان قالت لا وقف في غلط. احنا المشكله احنا سلطان طلع ما ندري كيف نواجه الموضوع هذا، ولكن استغرب جدا على البرايم اللي امس، على اللي طلعوا برايم ظلم كبير. احنا قلنا اللي جو بدا من اول برنامج المفروض يكون عندهم حصانه. امس خذ ناصر بن قبر الحصانه، الحصانه ما كانت ناصر بن قبر يا رجل. اي الحصانه كانت كيف ما كانت ناصر بن قبر؟ الحصانه كانت العيفان. كيف ما كانت يعني اشرح لي. خلني اعلمك، الحصانة كانت العيفان، الحصانة الخفية اللي يجي يوم الجمعة ولا يطلع إبراهيم. كم جمع؟ نقاط. يعني ما جاء يوم الخميس؟ ما جاء للخميس. طيب شو أنت قلت يوم الجمعة؟ جمعة يوم واحد بس رياليتي. إيه من اللي جاء؟ دخولية إيه؟ أصلا دخوليته يوم الجمعة كانت الساعة 2:00 أو 3:00 بعد بدون تحيز. نعم. جاء مفروض إنه مجهز نفسه إبراهيم، ما فيها واحد اثنين إبراهيم يروح لبيتهم يطلع هنا ويوقف في العرض الاخير. حلو. طلع كذا بدون اي سبب، عيفان ما كان موجود في البرنامج. ليش؟ واللي جو يوم الخميس واللي جو يوم الجمعه، انا بسوي احصائيه ما ادري ما هي موجوده، ولكن ممكن ان خروج امس لاخونا اللي طلع شو اسمه؟ عبد العزيز سلطان. عبد العزيز سلطان كان خصوصا سلطان ما كان مفروض انه يكون موجود. كيف؟ عيفان كان لازم يكون موجود. طيب الناس اللي يحضروا من اول يوم كان لابد من حصانه. والله حاضر اول يوم سلطان صراحه. شوف عشان بس نوضح الامور، الاداره نزيهه، ما فيه ما احنا ما نشكك في قرارات الاداره ولا هي في خصومات في تجاوزات حصلت. انت لما تقول لي سلطان المفروض انه ما يكون لانه جاي اول يوم، احنا عرضنا مو مشكله. جمع نقاط ها؟ امداه جمع نقاط مو مشكله، بس سلطان جمع خصومات. سلطان طالع وهو قاعد. يا سلام يا سلام، سبحان الله اللي يجلس. سلطان طالع وهو قاعد، دخل هنا وانسحب بدون ما يستأذن وطلع برا. هذه كم خصمها فيه؟
يا رجال جميل جميل خذ مني ويوم كامل ما حضر، هذا واحد. اثنين، انت عندك تصويت مادي، لا تقول لي عندك تصويت عليه 40% درجات. صح 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 40% درجات. قد يكون صوت وجاء، هذا اللي اعفاه من وجوده في البرايم. سلطان ما حد صوت له سبحان الله، وقد يكون سلطان ما صوت، احنا ما ندري، ويكون عفان ما صوت بعد ايضا ولا وجايب عصاه بعد. وش المتسابق اللي معه عصا؟ انا مستغرب والله، وش المتسابق؟ سبحان الله، لا لا يوقف يا اخي. العصا 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 بس عفان، العصا بخليك تعلق عليها. عفان كلمات، كلمات البرايم عفان، كلمات 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 الكليب عفان، كلمات يضرب عندنا اربع شعار العلم. وش ما عندنا؟ ما عندنا عبد الله الحافي عفان. عفان هل عند العفان حصانة خاصة؟ لا 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 علمونا. لا لا لا, لا تشكك في النزاهة أبو منصور. أنا ما أشكك، أنا أباجيك أبو حسام بعد ذلك. كرت ذهبي داخل ترى، وكرت ذهبي أول كرت خذها عندك يا ناس. إيه خلا تخرب مرت واحد. شوف شوف شوف، أبا انتقل لأبو، إذا سمحت أبا انتقل لأبو مخلح. شوف أول شيء موضوع العصا، هي ما هي جيدة على الشاشة، أنا وجهة نظري المفروض أنها تمنع العصا، هذا واحد. اثنين، يا أخي تعطي ثقل لناقلها. صحيح، ثقل في شخصيته، يعني ما يلعب معهم، ممكن تثيقل بعض الأمور، تلبسه، خلنا نقول لك يعني تحطه في خانة تحرجه ببعض الأمور. أنا قبل ما نعلق برجع لكم تعلقون على النقطة هذه، لكن أبو مفلح اللي حصل مع سلطان واعتذاره وإنهاء فرصة كانت المفروض مستحقة لزملائه، ممكن يكون السيناريو اللي هو سحبه كان أفضل سيناريو وسهل. وش تقول؟ لا أنا أول شيء أنا أشوف أبو منصور يقول ضحينا فيه. إيه سلطان الجلوي ما ضحينا فيه، هو اللي ضحى بنفسه. يا سلام، يعني أول أبيض. أنت البرايم الأخير معروف أنه ممكن ينقذ شخص حتى لو حاضر يوم الجمعة، حضورك فيه، لأن البرنامج يعتمد على التمثيل. صح، يعني الدرجات فيه يا سلام جدا عالية، الأمور فيه جدا عالية، ممكن أنا أستغلها أنا كمتسابق فرصة لي أني أستغل هذا الموقف أني أنقذ نفسي من الأشياء اللي أنا سويتها في الأسبوع الماضي، ففرصة لك على المسرح. نعم. سلطان اللي سواه يعني ضحى بنفسه، يعني مثل جاهز مثل اللي يقول طلعوني. حلو، لكن فيه أنا أبا أشكر اللي في اللجنة، المخرج اللي طلع مع سلطان، هو خواجي، وائل خواجي. لا لا، في الضيف الثاني اللي معه طلع مع سلطان المزيعل، المخرج. إيه؟ نعم، طلع وتكلم معه وحاول في سلطان، لكن ممكنه رفض. أنا أقول لي سلطان أنت ضيعت فرصة ذهبية، أنا ترى متابع سلطان في فترة الإجازة، كان في السوشيال ميديا جدا مبدع، ورجوعه كان حتى بدخولية كانت مميزة جدا، هو قاعد وتوقعت أنه راح يعني يدخل جو المنافسة، لكن أنا ما أدري عن الشيء اللي سواه سلطان، هل هو بحث عن شو على المسرح ولكن انقلب ضده، أنا ما أدري وش، أنا ما فهمت السيناريو كامل، لكن أنت اللي ضحيت بنفسك، ضيعت عليك فرصة ذهبية ممكن تحسب عواقبها في اليوم 90 يوم تشوف نجاحات زملائك في برنامج سكريبت، لكن الله يوفقك يا سلطان وين ما وجهت، ويوفق عبد العزيز. اتمنى انا كان البارح ثلاثة او أربعة اللي طلعوا، لكن اثنين لان العدد كبير مرة، العدد جدا كبير. ابداح يقول سلطان هو اللي ضحى بنفسه، احنا ما ضحينا فيه ولا القناة ضحت فيه، هو اللي احرق فرصته ما استغلها، وانا ايد كلام ابداح. عبد العزيز الاكلبي ابن بيشة دائم ولاده بالنجوم المميزين، ولا هي غريبة على بيشة وهلها. محورنا اللي بعده ابو حزام، حدث الجوال اللي نشوفه، عبد العزيز الاسلمي، عز الاسلمي، وفيحان وعجيان، يعني ما ادري هل هو شو، انا وجهة نظري انه شو مصطنع، انا ما ودي اعرض صراحة المقطع ولا ابغى اخذهم في كوفي شرون بأمانة، لانه إذا كان شو فهذا شو فاشل، وإذا كان يعني فعلا على ما يدعون لا والله مو بشو إنها كذا، هذا مصيبة ذي يعني بصراحة. شو تقول أبو حزام؟ أنا قلت في الحلقة الماضية يعني قبل إبراهيم إني ما راح أتكلم في الجوالات ولا في الهروب، لأنها مشاكل مكررة والمفروض أنها ما عاد يتطرق لها، خليهم يكلمون بجوالاتهم بالأسياب. وطالبت بغرفة هناك يحط فيها مؤقت عفوا تايمر، علشان بعض الناس يستنسل ثقافات، يعني خطأ انك تنطق المصطلح الاجنبي الفرنجي، لكن ما يخالف، تايمر او مؤقت. جميل، في الغرفة
ادخل الدقيقة بمئة نقطة وفكنا من شرك، كلم وعطه مفتاح وخليه يكلم. أما المخرج الحقيقة أنا معجبني المخرج، بحكم أنك ذكرت حادثة عبد العزيز وفيحان، معجبني المخرج في تعامله وفي احترافية، سيما أن الطاقم هذا ترى غير الطاقم اللي بدأنا به في سكريبت اثنين، وغير الطاقم اللي في البزنس اثنين. معناها قناة الواقع يعني عندها صفوف احتياط أقوى من الأساسية اللي كانوا يلعبون، ما شاء الله تبارك الله. المأخذ الغريب على عبد العزيز الأسلمي، عبد العزيز الأسلمي كان مع حاتم الحربي، حاتم الحربي شق طريقه نجم ومشى، عبد العزيز الأسلمي مستحيل يمشي الحالة، لذلك الآن يكون شو اسمه ثنائية مع فيحان، وبداية الثنائية بفشل ذريع، مشهد تمثيلي يعني باهت جدا جدا وشكله مو بزين. حتى المخرج أنا متأكد إنه ما تعامل معهم، بس إنه شافهم ورا قال بلقطهم يتلفتون وجيب جوالك وعطني جوالك، كانت في الشاشة جدا سيئة. أتمنى للشباب إنهم يعيشوا واقعيتهم، الواقعية لا تعاش هكذا، عيشوا واقعيتكم، تجردوا من كل شيء، عيشوا الواقعية بدون ما ببساطة، رغم إنه صعب ترى على فكرة إنك تعزلهم من الجمهور يتابعهم، بس يعني هذه مرحلة ما أدري كيف يصلوا لها، ما أدري. أبو حزام شكرا، أبو حزام يقول عيشوا واقعيتكم ببساطة، خلوكم بسيطين، لا تتصنعون، ترى الجمهور واعي وفاهم، يعرف من اللي يتصنع ومن اللي ما يتصنع. أبو منصور حدث الجوالات اللي أزعجنا، حدث الجوالات وأنا أشوف أنه هزيل على الشاشة ويضعف. تفضل أبو منصور. بالضبط، أنا والله ما أكثر كلام في هذا الموضوع لأنه يضايقني فعلا. أنا وطالب استبعاد اثنين، بحكم اليوم صالح الحسين أعلن فجرها في مساحة. إيش قال؟ المدير التنفيذي اللي الله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه. فجرها وقال إنه من البرايم الجاي يطلع واحد. الجاي بيطلع واحد. إيه. يعني بيطول برنامج. يعني بنطول وإحنا نعك ونزيد في ذا النسخة. أجل ندعي الله. ونسوي لها شو اسمه هذا؟ الإنعاش. الإنعاش. بوجهة نظري استبعاد اثنين هو قرار الجريء جدا، خلاه يعني تعرف تسوي شو، حنا بعد نعرف نسوي شو يا أخي، نستبعدك والله تطلع قوية، وأنا أعي ما أقول. تخيل بالله يجي صالح ويقول يلا استبعاد الاثنين، هل فيه بند في العقد نقدر نفعله؟ هي فعال، وقعته على عقود الجوال استبعاد وغرامة تدفع غرامة. ليش نكثر الكلام وجوال معك وما معك جوال؟ طفشنا يا هو، طفشنا من السالفة في كل نسخة. والله لحنا رايحين نفتشهم ولا احنا رايحين ندور وراهم، لا ما يحتاج. قاعدة بسيطة قالها سالم حزام، قاعدة بسيطة، اضرب المربوط يخاف السايب. والله مثل جديد، ما لا لا مسموع ثقافات تفرق. حلو. هذا القرار اللي من وراء، انا استغرب من المخرج، هي تمثيل واضح، هي مصلعة تمثيل، لكن المخرج هل في تعاون؟ مصيبة يا مخرجنا الجميل الرائع، ترى والله كلنا نصفق لك، والله يقوي أبدعت. والله أبدع، والله إنك مبدع جدا. إبراهيم غير يا رب، إبراهيم غير كأمور فنية وتكنيكية، واللي يفهم في الشاشة الكلب يا رب، الكلب مبدع جدا. لكن أمس في قضية الشباب أنا مستاء جدا، أتمنى استبعادهم اثنين يروحون يبثون تيك توك يستانسون وما يبون برنامج. الله يوفقكم، واتمنى اطالب باستبعادهم. حبيبي ابو منصور، نمر النقد يقول اطالب باستبعاد الاثنين لان الشو نايم، شو ما هو ابو مفلح. ايش تقول؟ انا ابي تسمح لي بس ابي الموضوع ذا بركز عليه، وابا اخاطب العقل الداخلي لعبد العزيز وفيحان، ولازم انبه لهم في نقطه معينه لازم يفهمونها. اول شيء متفقين كلنا ان اللي صار البارح مسرحيه وتمثيل، سواء باتفاق او غير اتفاق، نبعد عن الموضوع هذا. بتكلم في نقطه اللي هي عبد العزيز الاسلمي، انت البارح متوج بدرع الجمهور، يعني انت ما انت بحاجه انك تسوي شو مثل الشو هذا، المسرحيه اللي صارت المضحكه عشان تكسب فيها تفاعل. فيحان انت كنت نجم الشهر الاول، 30 يوم كنت النجم فيها، وكنت صاحب الأضواء في الشهر كامل، يعني ما انت بحاجة. انتم الآن ركزتوا ان كيف اني ابحث عن شو يطلعني للجمهور او لا يا حبيب، انت ركز،
عيش واقعيتك الحقيقية. احنا قلنا الأحداث المصطنعة تقتلك كأنت كمتسابق. يا جماعة الجمهور صار ذكي، ما عاد تمشي عليه هذه. البارح قناة الواقع نزلت المقطع على طول في تويتر، جميع التعليقات كلها ضحك، كله مكشوف، أمر مكشوف، يعني لا نفذت صح ولا أديرت صح. يعني أنت إذا عندك تمثيل لا تمثل على شو، مثل في المسرح البارح، دورك عندك المسرح مثل فيه وافرد عضلاتك، لكن أنت لا أنت اللي قدمتها صح. عتبي على عبد العزيز كبير، عتبي على فيحان كبير، أنتم يعني من الأسماء اللي لمعت وقلنا إن شاء الله بيكون من الأسماء اللي عندها جماهيرية وتتصدر البرنامج، لكن بالشيء اللي طلعتوا فيه البارح أنتم تراها عكسية عليكم، ما هي معكم، لذلك ما أنت بحاجة. أنت متوج البارح درع الجمهور، يعني الجمهور طلعك من برايم، أنا أشوف من الأفضل، من الأفضل، لأنه ما راح يجي استبعاد، يعني استبعاد ما راح يجي استبعاد، أنا عارف، لكن أنا في نقطة مهمة عشان عبد العزيز يطلع من الجو اللي هو فيه، إن هو في حان كلهم يرحلون برايم ويمنعون من تصويت درع الجمهور، ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ لأن في بعض المتسابقين ترى ذكياء، وهذه ترى ما يفكر فيها إلا اللي عاش يعني نسخة قريبة وأنا عشتها. في بعض المتسابقين يتعمد يطلع برايم، تدري ليش؟ نجم درع الجمهور. انا يا عبد العزيز والله عندي جماهيريه كويسه، ممكن يطلعون معي ما عندهم جماهيريه، كل اسبوع اخذ درع الجمهور وانجم فيها. لا، هنا دور الاداره الذكيه، انت ماشي على خط تبيه، لا تعال برايم درع الجمهور ما فيه، الان تطلع، اذا طلعت تعض اصابع الندم ما مشت معي. انا ذكرني بشيء صلحناه، ايه احد المتسابقين مو نذكره، ممكن نوافع قام في برنامج جنتل، فاهم، عول على الجمهور انه خلاص انا سوى، ما ادري كان اظل هروب او شيء زي كذا، قال ابغى خلاص ضامن اني بيرجع في الجمهور، تفاجأ قرار بحرمانه من درع الجمهور، وخذها عقب، ها خذها عقب. نواف عقاب، نواف عقاب نام في بيتهم، نواف عقاب نام في بيتهم اكثر من البرنامج. طيب هذا ما ادري، تفضل. فاقول لك يعني هنا دور الاداره الذكيه في انها مثل يا حتى الاعداد، كمشرف اعداد نواف الشهراني ترى عليك مسؤوليه كبيره، لا يكون خل في حاجز وخط احمر بين الاعداد والمتسابقين، حط خل المتسابق يعيش واقعيته. ترى من الواقعيه يحصل حدث حقيقي مثل ما حصل في الشهر الاول وانتم تذكرون، حدث حقيقي حتى في وجيههم بين انه حقيقي، بين انه حقيقي. ليش؟ لانه صار فعلا، وعتبات الامر هذا او تبعياته صارت الى اليوم في فقره عمر ذكر. ليش؟ لانه حدث حقيقي. هنا حتى الجمهور يعيش معك، حتى لو مو مرضيه الهدف، عفوا الحدث مو مرضيه، انا عشت معك الجو، هذه الواقعيه. احسنت، لكن لا تسوي مسرحيه، ما بي مسرحيه. انا اشوف القرار الامثل عشان توقف حتى انذار للمتسابقين الثانيين، لانهم عجبهم الوضع، بيعجبهم الطريقه هذه، عشان توقفها حبيبي برايم ومنع درع الجمهور. والله انا والله ما عاد يطلع يسوي الحلقه، لانه فعلا صادق. حصول مثل عبد العزيز الاسلمي مثلا على سبيل المثال على درع الجمهور، المشكلة أمس كاتبين نجم الجمهور، لذلك أنا كلمت حصانة الجمهور يغيروها، قالوا لا، قلت يا أخي ما مو بصحيح هذا التكريس، يعني للعقل الباطني، هو يخاطب العقل الباطني للجمهور أن أنا دائما نجم الجمهور، دائما نجم، فيقع الجمهور في الفخ ويصير عبد العزيز الأسلمي هو نجم الجمهور، وهذا بدري عليه على فكرة. عبد العزيز الأسلمي مو بنجم الجمهور، لا في عادل مطيري، في ريان البلوي، فيها بن قمرة، فيها سالم عبد الله، في سلطان اسمي، في ناس يعني هامات قبلك يا عبد العزيز الاسلمي. يا عبد العزيز الاسلمي من الان اعطيك بعدين نجم الجمهور بعيده، والله بعدين ربع بعيده. طيب انتم متاكدين في بعض الناس عندهم عقل باطني؟ في بعض الناس عندهم عقل باطني، لكن ما عندهم لا باطني ولا خارجي. طيب احنا انتهينا. ابو مفلح يقول بداح يقول هذا حركه يصلحونها المتسابقين عشان يصلون ويبينون ويفردون عضلاتهم، ممكن تكون وهمي كما تواصل معي واحد الأسبوع الماضي وثبت أنه جوجل هذا وهمي وبمبالغ رمزية جدا، ممكن تشري فيها 1000 صوت، ممكن تشري فيها 2000 صوت، ما تسوى، اسمها حصانة الجمهور وله وليس نجم الجمهور. عندنا المحور الثالث، أنا ما راح أعلق عليه ولا نأخذ فيه وقت، لأن يقول الفواصل اللي هي 15 دقيقة تطول، أقل فاصل 15 دقيقة، هذه تضايق منها الجمهور وتضايق منها حنوي وتضايق منها كنترول، لكنها فواصل إجبارية علينا نطلعها بسبب الأعياد اللي يجيبونها متسابقين، وعلى ما نرجع نوضح لهم الغلط اللي هم صلحوه. فأعاننا الله وإياكم. عطنا المحور الرابع، عطنا المقطع، خلينا نشغل على طول يا إعداد متسابقين.
دقيقة شباب، باقي دقيقة، الوجه من وجه أبيض. ترى الإدارة ناوية ترحلكم برايم الأربعة يا شباب، باقي ثلاثة: جيان عبد العزيز الأسلمي، ناصر بن قمرة. أعجلوا يا شباب. دقيقة شباب، باقي دقيقة، الوجه من وجه أبيض. ترى الإدارة ناوية ترحلكم برايم الأربعة يا شباب، باقي ثلاثة: جيان عبد العزيز الأسلمي، ناصر بن قمرة. أعجلوا يا شباب. دقيقة شباب، باقي دقيقة، الوجه من وجه أبيض. ترى ساير النهار هذا الرجل الجميل الرائع النبيل اللي كلنا نحبه على الصعيد الشخصي، قاعدين نثري عليه تحت الهواء. احنا ساير من الناس المعطاءة، ساير اللي داق مشوار جايك من آخر الرياض عشان يقدم فقرته ويعطيكم حضور ويتواصل مع فرق دعمكم ويعطيكم شو. تأخير أكثر من 25 دقيقة وبالنهاية ما أخذنا وقتنا، ما أخذنا فرصتنا. اجمع معها المقلب يعني النايم أو الغش نسميه حق نواف الأكلبي اللي قاعد يحط ملح في طبخة أخوياه. تفضل أبو حزام. نواف والله أني قلت عنك عندي فراسة يا ولد. يشهد. أنا أشهد أن عندي فراسة. شقلت؟ أنا أشهد أني عارفه. مو بعارف، عارفه على وزن علامة. ما تقول عالم، أكبر من العالم علامة. من يوم جانا الولد نواف الأكلبي، من أول ما قبل علينا قلت الرجال هذا بيتعبنا. راعي مشاكل. قلت يا نواف أنت بتتعبنا فعلا، وأول شيء كذب علينا في العمر ودخل مدري كيف، والآن أشغلنا وأشغل زملائه ويحط ملح في الطب، أشياء ما تطلع لأحد. يعني بيتعبنا، بيتعبنا صدق، لكن يمكن الجمهور يحب هذه الأشياء، المقالب ذي ممكن، ما أدري. لكن ساير الحقيقة يعاني من الشباب، يجيكم من أقصى الدنيا من شرق الرياض. ساير الربع مثل ما قلنا رشيد استفيدوا منه. ترى قناة مهم مجبورة أنها تجيب يعني مقدمين يعني فوق العادة يعني كنجوم، إلا عشان تحتكم فيهم وتعرفون عليهم، وهم ترى من المكاسب. ساير مكسب بالنسبة لنا، فما بال المتسابق يعني تو داخل في الإعلام. أنا أتمنى احترام مثل هذا المقدم وإنكم تكسبونه، ويعني وتحترمون على الأقل فقرته في الحضور فقط، ولا هو بيسنعكم، ولا ما هو مسنع عمره بيبدأ. لكن نواف الأكلبي هذا علامة استفهام، نوافه بيشغلنا. يوم أخذوا مقرفونه ولا شوفوا الحل ولا صرفوه ولا قلوا روح يومين إجازة. نعم يروح يومين إجازة يتمشى حي الله ما قرب البراين. طيب نواف شكرا أبو حزام. يقول أبو حزام استفيدوا من ساير، ساير قامة إعلامية ورجل معطاء، استفيدوا منه، لا تستهترون في فقرته المهمة الجوهرية اللي عليها نقاط ممكن ترحلك للبراين. أما نواف الأكلبي كنا حدث صار معنا قبل في سكربت واحد، الفرق بس الاسم الأول، ما كل الناس مثل النجم اللي والله كان معنا ولا محمد منصور. أولا ساير النهار مو في حاجة المتسابقين إذا جو ولا ما جو، صح، رجل يشيل الهواء أعرفه زين، كان في نسختي رجال والله العظيم، تعطيه المنتجع كامل مو بالمطبخني يعبيه لك بسم الله ما شاء الله. ساير أنت في حاجتهم، هم اللي في حاجتك. ثانيا اللقطة اللي صارت لقطة مشينة جدا ومسيئة جدا، العب في كل شيء يا ابني إلا في الملح والنعمة ولكن هذه نعمة، هذه بتوكل، مش قصدك يعني نرميها يا رجل دنبها على من؟ العب في كل شيء يا أخي، العب عندك، العب في الكراسي هنا، العب في كل شيء إلا في نعمة ربي. خط أحمر تطلع برايم أنت مفروض، والله لو لي قرار أنك أول واحد برايم، أول واحد في العرض الأخير، حتى ممكن تعرف تمثل ولا ما تعرف، متجرد من كل ولا موهبة ولا أي شيء، ما ندري كيف دخلناك أصلاً، ومن اللي دخلك ومن اللي مراهن عليك، ما يصلح يا رجل هذا. اللقطة اللي والله العظيم ميب حلوة، ميب حلوة مرة، أخ برايم ولا شوفوا لحل حبيبي ابو منصور. ابو منصور ابو لحل لا والله كلام، شوف انا كلامه بالله، لا يا ربع هذه نعمه ربي. ابو منصور يقول كلش الا النعمه، والله صادق سكتنا لك، رحت قعدت تستهبل تسوي شو نايم، سكتنا ما قلنا لك برايم، لكن تلعب بالنعمه توكل برايم بامانه. الناس يموتون جوع هنا اخويانا. اي والله ولك كنترول يا اخي، يا اخي في دول تابعنا يا اخي بياكلون العمال يا اخي، اذا ما ماكله حتى طبختك مين ماكول اصلا، ظاهر تزيدها وتخربها استهتار. ابو منصور يقول لا تستهترون في النعمه. وش قلت انت اني اذكرنا بسكربت واحد؟ ايش يقول؟ اقول ما فهمت انا. ما فهمت؟ لا طيب الاسم الاسم
ليه تيجي؟ خلنا نجيبه هنا تقبل. تبي اجيبه؟ والله العظيم. أباخذ آخر واحد. ولا لا تأخذ. جهزوا لي عقاب، أبي عقاب، أنت تبي عقاب صح ولا لا؟ أي طالب عقاب أنت كمش الروم. أعطوني عقاب في كمش الروم على ما أخذ رأي إبداح، إبداح وش تقول؟ أنا أشوف يعني مثل الحركة اللي سواها نواف، هذه يعني حتى في المنافسة بينك وبين زملائك. بينك وبين زملائك، يعني إذا صاروا زملائك يتنافسون معك في المطبخ وكلهم على منافسة في نقاط. وتجي وتحط الملح عند اخوياك اي ما هي بظرافه ولا هي غش يعتبر غش هو نعم. يعتبر غش هو غش الشيء الثاني يحرم يعني من النقاط لا دقيقه هذه مهمه بعد الاعداد يعني ساير ما له ثمان عيون انا اكشف نعم. المتسابقين في الاعداد عندهم كاميرات غش نواف وقف بلغ المقدم ايقاف الفقره الفائز الفريق الثاني خصم على نواف انتهينا هذه هي قرارات الفقره من مهام ساير انك انت تسير فقرتك بقراراتك لك الحقيه كامله في الفقره انا الغي انا عاقب انا الاعداد لو كان مركز وشاف وفعلا طلعت في الكاميرات انه حط ملح يعني الاعداد شافه على طول بالربيزه تواصل مع ساير ترى نواف حط ملح وقف الفقره خلاص احسب النتيجه احسب النتيجه ويتفاهمون مع الاداره في الخصم طيب وش ذنب خويه اللي معه بفوز بعطيه نقاط يعني بتعطيه خويه انا بخصم عليه بعاقب الخصم وأعطي النقاط أفوز هذا نختصر المسابقة بدل ما أقعد إلى النهاية وأذوق وما أدري كيف يا سلام إبداح يقول أنا ما أدري إيش كل شوية بقول مثله إبداح يقول في وقتها احسم الأمر يا إعداد شفته غش على طول صفر وعطى النقاط للفريق الثاني إحنا معنا عقاب جاهز بس بدنا الرحلة شوي على ولا نأخذ عقاب أول عطوني عقاب يلا عطوني عقاب عطوني توندو مع عقاب سلام عليكم عقاب صباح النور السلام يا مرحبا ومسهلا كيف الحال؟ الله يعافيك وسلمك شمورك؟ والله أبشرك على ما أحب عقاب الحب اليوم أثير إحنا ما أنا ما كنت موجود معكم في الشهر الأول عشان أناقشك في الموضوع والإخوان بيناقشونك في موضوع أثير موضوع في لقاء مع محمد مناحي قبل شوي إن الكل وقت الإضراب حقكم نزل مايكة ما عدا عقاب ليه؟ هل عقاب يرى نفسه قائد؟ ولا عقاب منشق عن يد الجماعة؟ عندك أبو حزام بيناقشك في الموضوع مرحبا بكوبة مساك الله بالخير يا عقاب مسيت بالنور ورضا جاوب على الرجال قبل كلش لين نشوف ايش عنا اجاوب عليه ولا اجاوب عليك بسؤال عندك المهاره اي علي 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 واهقي اسلم اجاوب عليك ولا اجاوب عليك شو انت شو تسوي قبل كلش عقاب هذا المحور طيب عقاب عقاب الحب تبي انقل المحور بحزام طيب عقاب اللي ودكم اللي ودكم انت تسمعنا زين الحين صح صحيح ترى صوت عقاب مو واضح عندنا ما ادري عاد وش ربع الصوت كله في صدى او في شيء ضبط لنا الصوت عشان نسمع زين لا لا تكح كذا الله يرضى عليك طلع الكحه في المايك وسع صدرك ابو منصور ابغى ادري ان الصوت وصله لا صدى في عنده عقاب لازم تجهزوا الصوت يا اخوان عشان نسمع عقاب ونسمع ردود نزل المايك بس نزل المايك شوي عقاب عقاب ارحب تبقى انت قلت ارحب صحيح طال عمرك ترى سمعتك كذا يعني بقلبي اي بقلبي الله مرحبا عقاب الصوت واضح نتمنى بيعدلونه ما عليك عقاب يا طويل الصوت جر الصوت جره والله اني فيك هاق لي هقاوي هاق لي هقاوي عقاب في لحظه الاضراب او في لحظه يعني ما تم المايكات اللي سلموها زملائك في الجزء الاول من هذه النسخه ايه انت ما نزلت مايكك يا عقاب ليش اول شيء يا ابو منصور يقول ما يصح الا الصحيح ما يصح الا الصحيح يا سلام والثاني يقول كلمه انت تستحي منها هدفها بدها وشو يقول كلمه انت تستحي منها بدها بدها نعم انا ما عندي الا الصراحه يا كفو احنا ما نبي الا الصراحه دخلوا علي الشباب في غرفه النوم حلو يوم دخلوا عقاب راقد توعيت على صوت الشباب قمت ابغى اطلع قالوا الشباب سلموا مايكاتكم مسكت الباب ما اسمع صوتي واضح والله ما اسمع المشكله عندك ترى الصدى عندك صدى انت يروح لا 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 هو المشكله السماعه هنا السماعه عندنا صوت مو بواضح لكن انا بالنسبه لي واضح انا اسمع يقول ان الشباب لا لا ما اسمع بالبيز انا اسمع معكم يلا على خير الحين الصوت واضح اي واضح تفضل نزل المايك شوي اسلم ومن قال يا سلام ايوه توعيت من النوم الشباب في غرفة كل يوم يقولون بيسلم مايكاتنا في حال رافع عن حديثه في وجه عباس طيب ويقول تكلم مع حديثي ومن الكلام ذا هذا شيء غير مرضي لا لي ولا لهم اوف
نعم شيء غير مرضي ان رفيقي رجال بيرفع بغض النظر على انه فيحان ولا هباس ولا اي شخص كان، اي شخص بيرفع حديثه وانت تكرم بالمنصور هو يجب تزعل. يعني انت كنت ضد القرار؟ خلني بخدمك انت سالتني بجاوب. مسكت الباب، قفلت الباب، التفت علي، جوني الشباب قلت شو السالفه؟ قالوا هباس اسمه فيحان رافع عن حديثه في وجه هباس. حلو. ويقول انت تكلم مع حديثي، وش السالفه؟ قالوا ناصر ابن الغامدي متكلم في الموضوع ومعطينا ميوت كل بينه. حلو. وقام فيحان من عنده. طيب. جاني عجيان. عجيان؟ نعم، قال لي عجيان عقاب انا شفت هباس يوم ضرب رجلي. ايوه. قلت له اصبر يا عجيان، الحاجه هذه ما حد يدري عنها لكن انا اتكلم، انا اللي قايل لعجيان يسلم مايكل ولا ترى ما برضي يسلم مايكل، وانت يا ابو منصور تدري. وانا ايش؟ انت تدري بالحاجه دي ان عجيان ما كان ابو سلم مايكل. ادري بايش؟ والله ما ادري. انه يقول عقاب ما يبي يسلم مايكل. يا رجال ما لا والله ما كنت ادري. طيب صوتي واضح ولا خلوا حد ياتي يعدل لي السماعه علينا؟ لحظه طف السماعه، طف السماعه اللي عندك، طف السماعه. باب الكافي شروم فاتح. سكر الباب حق الكافي شروم. مسكر. مسكر افتحه. افتح شوف انا شوف يا جماعه ترى عندنا صدى صوت عالي ما نسمع. كان يقول سكر ترى الصوت. لا هو يقول يقول هو مفتوح ترد الصوت. ترى في صدى هنا احنا ما نسمع بامانه يعني صوت عقاب تدخلوا حاليا واضح الموضوع مهم جدا. طيب ولا نفس السماعه؟ اقلع السماعه منك. يلا تفضل يا عقاب. لا تكلم يا عقاب خلينا نسمع صوتك. صوتي الحين واضح؟ اي واضح الحين. سعيد اخو مبارك واضح؟ كان في بير. اي واضح 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 واضح. ياه اسمع ناقش يا محمد كمل. عقاب انا ما كنت اعلم بالموضوع. عقاب يقول انا طلبوا مني انزل المايك ولا يا عقاب؟ طلبوا منه ان ينزل المايك. ايش قال عقاب؟ قال انا وليش انزل المايك؟ يا سلام قال عشان الموضوع كذا كذا. ايه يقول جاني عجيان. جاء عجيان. كيف صوتك صوت تسمع يا عقاب؟ افتح افتح السماعه افتح السماعه افتحها افتحها. طيب يا الربع انا ترى ما في الاعداد ما اعرف السماعه. خلي الرجال ياتي خلص السماعه. خلي يروح عند الشباب يسوون لنا ازعاج. افتح السماعه خلهم يسوون ازعاج. يا عقاب ما انا اعرف الهاب ياتي الاعداد يخلص انا ما اعرفها. سبحان الله المشكله يعالجونها هنا والبلا هنا وهم يعالجونها هناك. هو ممكن يكون صدى الصوت ما اقبل لا النقاش. طيب عموما على ما طلع لي صوت عقاب لين تشوفون تحلون المشكله هذه ونرجع له. طيب اعطوني المحور اللي بعده. محور مهم جدا نرجع له. ارجع له بيسمج بيسمج خلاص لا ترجع له. لا نبي خلي بعد زملاء يطلع في الهنجر. والله راح الهنجر. طيب حلوا لنا المشكله او ودوا لنا عقاب في الهنجر. يلا شوفوا المقطع هذا اعطوني الصوت. العب صح رجل صار الجدار يمشي به 10000 لانه وصل الدرب في محذفه قاعد اول ما دابها. انا مو عليه. تمون على بغت تكسب رجله مزحنا. تمون على بغت تكسب رجله مزحنا. هذا مو مزحنا. طيب يا جماعه من اللي على الربيز؟ قبل ترجع هوا بلغني ممكن يكون سولف انا وصديقيني هنا ترجعوني كذا ما ينفع. ايه صح ولا لا؟ ايه صديقيني احيانا يسولفون معي تحت الهواء. الاعداد يبيعوننا مره واحده. ايه يبيعنا نواف على طول. هذه مو بزينه. طيب بس اللي هونها ما عندنا مسلسلات ولا عندنا هشوة تمثيل احنا واقعيين. طيب ابو حزام معلش انا باخذ وجهه نظرك. الان الشباب عادل زعلان ومن لعب الشباب بالكراسي. عادل مطيري. عادل مطيري. طيب يقول بغيتوا تكسرون رجل قاعد. وش عليهم من قاعد؟ قاعد له لسان. ما ادري والله. يقول بغيتوا تكسرون رجل قاعد ليش تلعبون بالكراسي؟ والله شوف يعني فوق على ابو حزام انا زعلتني بصراحه. فوق يعني اعتراضه هذا فوق على تكدسهم في الجلسات واللوكيشنات. قتلونا في التكدس. ترى الشباب فعلا يعانون من العدد، يعانون من العدد واجد، وانا لو بسالهم وبقول لهم بقول تفرقوا، وادري وش بيقولون. احنا الان نسابق الزمن نبي نطلع في الشاشه. فمساله نتفرق مو بشرط الكاميرا علينا، هذه مشكلتهم، هم خايفين ان البث يتعداهم. هي. والمشكله والادهى من ذلك ان جات فقرات وبنكثر الفقرات على فكره. يعني ما هم لاقين رياليتي. الله يعينهم يعني هم يتجمعون حرصا منهم على ان كل واحد ياخذ نصيبه من البث. لكن فعلا كلام عادل صدق فيه. عوده الشباب بعد وش اسمه الاجازه هذه ما ادري يا اخوي
العبث بأغراض الهنجر وبالكراسي وبالديكور، ترى حتى وأنا جالس أنا بنقد عليك وأنا زميلك، أصمخت وجعت راسي وصياح ولجة، ما يخالف العب، بس العب في مكان اللعب، العب في الحوش، وين القضية؟ رحت تطارد ولين تفحمون، ما عندنا خلاف فيها، لكن تجي تدور على راسي وأنا أبي أجلس على الكنب، أبي أسولف، أبي فلا تكون أناني. تأكد النسخة ما تنجح إلا بالفريق كامل، يعني إن نجح 2-3-4 جلسة من الجلسات اللي عندكم نجحت مثلا فيها سالفة ولا موعظة ولا تجربة واحد، ترى بتنقل كنافذة وبتتناقل في الواتسابات وتتناقل في التيك توك وتتناقل، وبيقولون هذا برنامج سكريبت 2 صح، حتى الأسماء المتسابقين مو بحريصين عليها صح، بيرجعون يتابعونك. إذا أنت ما نجحت الفريق اللي معك ترى كنت تهدم نفسك أصلا، فهذه زي السفينة تبيها تمشي خليك في محلك، لا تغرقها، لا تحدث خدش فيها، لا تخربها، لا تشغل اللي في مهامهم، ونجحوا أنفسكم. يا سلام. تفرقوا مثل ما قال أبو عبد الله عادل، أنا معه، وهذا حتى ما يعني إن عادل رتمه نازل عشان الكلام هذا، عادل فعلا رتمه نازل، واضح إن في مشكلة بينه وبين زميله الخاص اللي كثرنا من ذكره عيفان، لكن أيضا صادق. طيب أبو حزام يقول إنه أبو بداح يقول إنه في مشكلة واضحة ما بين عادل وما بين عيفان، واللي كلام اللي يقوله عادل فعلا لا تتلفون الممتلكات، لكن أنا بس عندي تعليق إنه لما قلت انتشروا المكان كبير، أنا مضيق علي لعب قاعد وأخوياه ولا لعب الشباب ولا عيفان لعبهم في الساحة، يا أخي أروح أسفل الهنجر صح، مضيق علي الهنجر أروح أسفل المسجد الأزرق، أروح يا أخي أروح المصلى، الأماكن كثيرة. تفضل يا أبو، هذه ترجع لوش أرجع لكلامي البارح يوم أقول النسخة ترى الذكي فيها بينجح. نعم يا أخي، أنا لما أجي وهي تعود على ثقة بالنفس، أنت كمتسابق لما يكون عندك ثقة في نفسك لما أدخل اللوكيشن وأحصل المجتمعين المتسابقين، هنا يبدأ دور المتسابق الذكي واللي عنده ثقة في نفسه، في اللي عنده يقول لا أنا ليش أجلس قدامي 7 ولا 8 في لوكيشن واحد، لا أنا بروح أباخذ، لأن المخرج هو الآن ضايق من الشيء اللي يشوفه يبي يدور أي أحد، أنت على طول تأخذ 1 ولا 2 وتروح لوكيشن ثاني تجلس تسوي لك أي شيء، المخرج بمجرد أن يشوفك بديت في سالفة ولا في شيء ينقلك الكاميرا على طول. لكن المتسابق اللي ما عنده ثقة في نفسه، لا شاف سالم ومحمد وعلي سولفون قال أبدخل معهم عشان أدخل معهم في الجو، شوف هو فيها أدب في توزيع اللوكيشنات بينك ومتسابقين، تكلمنا فيها قبل، يجب أن يكون فيه أدب. وش هو الأدب؟ الأدب أنه مثلاً في 5 أو 6 أو 7 في لوكيشن واحد ويسولفون يطقطقون اللي هو فيه، وانت جاي، أنت الآن جاي دخيل عليهم، يا أنك تندمج معهم بكل هدوء وتجلس إلين تستوعب الشيء اللي قدامك وتدخل معهم صح عشان ما يكون فيه شوشرة بعدهم ويجيك راكض قاطع عليهم الجلسة ولا اللي يتدخل في كلامهم، لا تدخل معهم في الجو بأدب بحيث أنك ما تخرب على زملائك، أو أنك صر شجاع وقول أنا لا أسحب الكاميرا واروح في لوكيشن ثاني واجلس واسولف ولا اسوي اي شيء. بعضهم ترى والله اذكر كان حتى في صباحيه، شوف الصباحيه في وقتها ضيق، كانت عندنا فعاليه نلعبها، في واحد من المتسابقين خذ من المطبخ خذ له شو اسمه قلايه وخذ له بيض وصار يطبخ ويغني، نقل الكاميرا عليه ترك فعاليته، ليش؟ هذا ذكي جاب الكاميرا والمخرج ذكي، لكن الشباب لحد الآن ما استوعبوا إنه خلاص البرنامج الآن بيقارب 60، لازم إني أنا أفرد عضلاتي وأطلع اللي عندي بإني أروح الحالي، ترى مو في إنصاف من الإعداد، أنقل لك عادي أنقل لك، لا شفتك لحالك فرحت، لكن نعود ونقول الذكي ينجح في النسخة. يا سلام، بداح يقول الذكي ينجح ويتصيد الأوقات ويقدر يسرق الكاميرا ويجيبها عنده حتى لو كان الحالة، شفنا أمثلة كثير مرت علينا في برامج الواقع، أقرب مثال متعب الشهراني لما قعد يسولف الحالة، أقرب وأقوى شخصية مرت على برامج الواقع تستطيع أنها تشيل بث الحالة تميزت علي الكلثمي، اللي بعده أحمد العوض، أحمد العوض ها صح، وشرواي بعد ما اسمع يقول شرواي شرواك الطيب شرواك الطيب، لكن بأمانة هذول أسماء اللي عدناهم ما هو انتقاصا لأحد، لكن أسماء هذه ثقيلة، أحمد العوض في مرة من المرات شال البث من الساعة 1
الظهر إلى الساعة 5 العصر الحالة. استاهل أحمد. صلح كل شيء. وهذا نجم. واحد. ما حد مهتم. ما حد مهتم فيك أنت. أعطوني أعطوني عقاب. محمد أنا أبي. إيه. أعطوني عقاب. عقاب جاهز. يا رب. أعطوني صوته هنا. عقاب كيف الحال؟ أوف. الصوت مو بواضح لا زال. معدوم. خاف المايك مسكر. لا لا مبطل مبطل. يلا الصوت واضح الآن. الصوت واضح. معك الجميع نمر النقد. تفضل يا ابو منصور. يا مرحبا يا مرحبا يا اخوي. تبقى وتحيا اخوي. نبي نعيد بس الاحداث. انت كنت نايم. طيب بعطيك الاحداث كله بها ابو منصور. انت ترى انك انت الانسان الصحيح الوحيد في النسخه. كل اصحابك كانوا غلطانين. انت الوحيد يا عقاب اللي تشوف انه غلط. اللي يشوف انه غلط ايش؟ انك ان الشباب يوم سلموا مايكاتهم وكانوا واقفين مع شو اسمه ضد عوذ بالله الشيطان ضد فيحان. انت الوحيد اللي تشوف فيحان صح. بعطيك الحين الشيء اللي حصل بعطيك وجه نظري. ما نبي نعيد. انا فهمتك. مختصره هي مختصره يا ابو منصور. تفضل تفضل دام فضل. حصل اللي حصل يوم قلت لك اني سكرت الباب. قلت وش السالفه وعلموني. عقبه سمعت صوت دربك صوت ضجيج برا. طيب فتحت الباب يوم بطلت الباب اللي بيننا وبين الاعداد لقيت فيحان ابن ماضي طايح على الارض غايب مغشن عليه. طيب في حال ابن ماضي يدري بالشيء ذا. عنده الاعداد عنده محمد عيسى عنده احمد عبد الرحيم. طيب جيته يوم جيته وقبضته زهمني قال لي تكفى يا عقاب الرجال بينزلون ما كاتب انا بطلع من البرنامج وهو يدري بالشيء ذا. في حال ابن ماضي زهمك بوش وشوفه يزهمك ليه؟ يقول لي تكفى يا عقاب الرجال يسلمون ما كاتب بيطلعوني وانا ما اخطيت. يقول انا ما اخطيت. نعم. طيب وزملائك كلهم؟ طيب خليني بخدمك. مسكت انا في حال وطلعته صوب الغرفه نزلته في الغرفه اعطيناه ما اعطيناه تمر. قلت وش السالفه؟ قال لي السالفه كان جالسين وهباس كان حاط رجل على رجل. طيب وضرب اوكي جزمته. وقلت له انا لا لا اذا انت تقول يتكلم حديث تتكلم حديث يعني. يا سلام. قلت لاحمد عبد الرحيم رجع لي المقطع انا ابغى اشوفه. اوكي اوكي شفت المقطع. المقطع كان مصمت ميوت ما نسمع كلامه. اوكي في النهايه في نهايه القصه يا عقاب في نهايه القصه خليني بخدمك. الكلام اللي وصلني فيحان يحتج يقول اني انا مد رجلي هباس. طيب قدام حكي. طيب والشباب يقولون ان هباس ما تكلم. يا سلام ما صدقت. هي ميوت انا ما شفت شيء ولا سمعت شيء. كيف احكم؟ يا سلام كيف تحكم؟ انت تشوف ان الشباب الان بعد كل هذا الاحداث وش تشوف انت الصح؟ ما اللي كان صح؟ انا اشوف ان مسيري انا صح. انت طريقتك كانت صح؟ نعم انا اشوف. يعني انت ترى كل زملائك غلطانين؟ ما اقول لهم غلطانين. لكن الا لا لا شوف شوف يا ابو منصور. الا يا عقاب الان انت تشوف. لا 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 طيب سؤال ثاني اجيبها بسؤال ثاني. هل ترى ان الشباب ما عملوا كان قرار صحيح؟ يا سلام. كيف ما عملوا؟ هل ترى ان زملائك بطريقتهم اللي سووها كانت صحيحه؟ بغض النظر عنها صحيحه. لا لا بغض النظر. لا 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 خل بغض النظر. عقاب سؤال ما ابغى منه الا اجابه صح ولا لا. ابو منصور انا استرجعت الكاميرا انا يمكن لوني واقف معهم في تلك الساعه جعل من جابك شفت الكلام يمكن نثور من عندي. جعل من جابك في الجنه. طلعنا من البرنامج الجزء الاول حقكم ورجعتوا بعد بعد كل هذا الموضوع انتهى وخلصنا. هل ترى ان عقاب تصرف زملائك كان صحيح ولا مو بصحيح؟ شوف لو اني اشوف انه صحيح 100% لا لا يا عقاب عقاب هي اجابه بنعم ولا اي عقاب. لا 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 شوف اسمعني اسمعني لا لا احنا متابعينك الوقت معنا الوقت. بعض الاحيان ما يكون في خطا الان بس يكون في اسلوب افضل ولا الان يا سبحان الله. الان انت اول كنت جريء وقوي وانك اتخذت الموقف الثاني والان تقول ما ادري. ما في ما ادري. لا مو ما ادري انا اقول لك فيه حتى علمني يا محمد. اوكي دقيقه ابى اعطيك السؤال. دقيقه عقاب بعطيك السؤال من زاويه ثانيه. ذبحتنا بالزوايا. يلا هل انت نادم على انك سويت ذا ولا انت تشوف نفسك صح؟ لا 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 انا اقول لك انا اشوف مساري انا يا عقاب صحيح. يا سلام يا سلام يعني زملائك غلط. ما اقول لك زملائي غلط. حتى لو تقول لهم اسمعني اسمعني مو انا اللي حكم عليهم خطا ولا وش نقول لهم؟ انا حكم على عقاب انت عقاب عقاب في خطا عقاب 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 محمد المنصور محمد المنصور صل على النبي عقاب عقاب شوف شوف صل على النبي اسمعني فديت اسمعني لو مسويها لو ان القرار اللي كان متخذع جيان واجمعوا زملائك عليه هل انت بتكون ضده؟ متخذ قرار عجيان شو هو؟ شو مسوي عجيان؟ انت مشكلتك مو في الحدث ها مشكلتك في الشخص القائد.
مشكلتك مع محمد بناحي، ما تبي تمشي في درب محمد بناحي فيه. لا لا هذه حقيقة. لا لا مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. أجل أنت الوحيد الصح وكل الحوات الغانمة الثانية كلهم غلطانين. أنت تشوفني صح ولا خطي محمد المنصور اللي سويته أنت؟ إيه غلط. ليه تغرد؟ روح يا زعيم. ها أنت مغرد في تويتر، روح يا زعيم. يا طويل الصوت جر الصوت جره. والله إني هذه ما لها علاقة، ما لها علاقة بالميدان. ليه ليه؟ أصبر أصبر. ليه ما لها علاقة؟ ما لها. خليني أعلمك. هل أنت تسترجع في كلامك؟ أنا اسمعني الله يرضى عليك. أنت مؤيد، أنت مؤيد بتغريدة يا زعيم. يا زعيم اسمعني، تغريدتي اللي غردتها أنا بعيد عن هذا الموضوع والله، وقبل لا تصير الأحداث أصلا. سبحان الله، قسما بالله إني أكلمك جد. قول لا إله إلا الله يا أبو منصور. والله تدري أزيدك من شعر بيت. شوف شوف، تدري متى دريت إنك ما سلمت مايكك؟ متى؟ عقب ما خلصت النسخة. والله ما كنت أدري إن عقاب المري كان بالمايك. اليوم محمد مناحي اليوم انطرحت، والله ما دريت إلا بعد ما قفلت النسخة. زين، اللي خليك تطلق اسم الزعيم على عقاب وتنزل التغريدة اللي نزلتها؟ زعيم أنت بقائد. أنا الحين ما قلت إني قائد. طيب ما دخل تغريدة الزعيم، بحذفها. الله لا، الله لا يعيد دعم، بحذفها. عقاب أنت رجل منشط، أنت بتصير نفسك تقدح من رأسك. أنت ما حد يمشيني. ما والله لو أمدح من رأسي أنا أساسا أمدح من رأسي، مو بابا غادي. يا سلام، والرجل اللي معك ما يقدح من رؤوسه؟ بلا بلا أجل، بلا بلا يقدح من رؤوسه أجل. أنا ما قلت لكنهم مع رأي الجماعة. لا لا ما مع أخوياهم. ما قلت إني قال ما شقة وراحوا يشاروا مين؟ كل رجال يقدح من رأسه. محمد المنصور كلهم يقدحوا من رؤوسه. هاجلك كل واحد منهم يقدح. محمد بناحي يقدح من رأسه. كفو، عبد العزيز يقدح من رأسه. كفو، كل وجه يعطي رأي. كل النسخة يقدح من رؤوسه. كل رجال يعطي رأي. لا لا لا، مع قادة يعطي رأيه الشخصي. أنت ما لا 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 بشكل كبير. لا لا لا، عقاب يعطي رأيه الشخصي. محمد المنصور سم، عقاب يعطي رأيه الشخصي. كلهم يقدحوا من رؤوسه. هاجر الشرطة ريحكا. ها؟ كيف ما ندري محمد مناحي؟ محمد مناحي يقدح من رأسه. ما تروح ما تسير فيه. اسمع محمد مناحي، تعال تعال اسمعني. لا لا لا، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. محمد مناحي له راي، وعقاب له راي، وال25 رجال كل له راي. له راي؟ محمد كلهم كل زملائك ذولا يعني يمشيهم محمد مناحي؟ لا 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 لا. اجل ليش اجمعوا على محمد مناحي؟ الا ان محمد مناحي كفو لقيادة النسخة. محمد أنت تزعل، أنت بيها غير ما حصلت. يا محمد المنصور، يا محمد أنت بيها يا عقاب ولا حصلت. صل على محمد المنصور. والله أنك تبيها ولا حصلت. صل على محمد، صل على الله يقويك. صل على محمد. بعيدا بعيدا. أنا يوم قدمت على البرنامج مقدم قدامي مسابقة. ما أسمعك. من جالس القايد من اللي بياخذها؟ عقاب. هذه الحاجة الأولى، الحاجة الثانية كل رجال يقود على نفسه. طيب 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 عقاب. سؤالنا محمد مناحي ولا غيره؟ محمد مناحي له وجهة نظر. وجاء وقدم وجهة نظره. أوكي. وعقاب له وجهة نظر. جاء وقدم وجهة نظره. هدي 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 هدي. ممكن؟ محمد محمد عندي سؤال، عندي سؤال. محمد عندي سؤال أخير. أبى أجيك برجع لك سؤال. ضروري. خلاص. مهم جدا. وشو محمد؟ سام خلاص تفضل. وشو؟ تفضل تفضل. خلاص. حبيبي منصور، حبيبي انت. عقاب انتهينا. عقاب يقول انا رايي صح ومحمد مناحي ما هو قائد المجموعه. لا ما قلتها، ما قلت. اجي وش تقول؟ اجي تقول، تقول انا رايي صح. لا انا اشوف علي رايي غلط دايم. ما يقول مجموعه. لا لا يا علي بالروي هذا كلام. لا لا بيعلق 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 بداح. انا ما علق. انا احط حقائق الان. محمد عقاب يقول انا رايي صح والبقيه رايهم غلط. لا هذا انت يقول علي بالرويه. انت تقوله يقول علي بالرويه. واحد وانا صح. شو يعرف اللي بعده؟ لا 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 معك معك بدأ معك بدأ معك بدأ. تفضل دح. عقاب صبحك الله بالخير. صبحت بالنور والرضا. اول شيء انا ما تمنيت ان نرجع ولا تمنيت انك تفتح الموضوع اللي اغلق من قبل وانتهينا منه. والله انا ودي حتى لو تعليقك يعتبر تعليق متاخر، حتى لو بتبين حقائق بينوها اللي قبلك، يعني التعليق متاخر جدا. لكن على الصعيد الشخصي انا اشوف ان تصرفك عقاب تصرف صحيح، انك اتخذت القرار بعقلانيه وفكرت مع نفسك. أول شيء أنا لا أتفق تماماً لا مع محمد مناحي ولا مع المجموعة اللي أقرت في استبعاد خويهم. كان قرار خاطئ باعتراف من الشخص اللي طالب نفسه محمد مناحي اليوم مع عمر هذال، إنه قال باسمي وباسم المتسابقين نعتذر من فيحان إن أخطأنا في حقه طلبنا باستبعاد. صار عقاب صح. عقاب صحيح. أنت عقاب تصرفك تصرف عقلاني، تصرف صحيح. أنا أحب الرجال يقدح من رأسه. أنا ماني بتبع لحد. ليه يوم يجيني فلان يقول يا رجل خلونا نستبعد فلان خلاص نتبعك؟ لا، في المواقف هذه يبين الرجل العقلاني والرجل اللي يقدح من رأسه. أنت يا عقاب كفو وتصرفك كفو، وفي مثل هالمواقف يبين الشخص اللي يتخذ القرار اللي يشوفه في مصلحة نفسه ومصلحة النسخة كاملة. لو عقاب في الفترة ذيك ما تدخل ممكن الموضوع يتفاقم،
ترى عقاب وقف لها قال لا إن كان في كم واحد إني بيمشي يتبع أنا ما نبتبع الصحيح كذا وكذا وكذا بيض الله وجهك فيحان فيحان له الحق يدافع نفسه يدافع عن نفسه لكن مهما كان يدافع عن نفسه ما حد الحالة لكن عقاب وقف لها وقف له ولا يبغى يبع عليك يوم بعض الرجال تتقى يوم بعض الرجال تتقى لجت الحقيقة لجى الموقف اللي مثل ذا أنت ما تتقيت وطلعت وبينت طيب. بيض الله وجهك ما عليك زود ما عليك زود حق واجب سوينا في حالة ولا عقاب غير. عقاب بجيك مغاني من أخويا يعيني على الهواء عقاب عشان تقاطع الأصوات ابداح يقول طلع كلامك يا عقاب صحيح وكلام محمد مناحي غلط والشباب اللي في البرنامج المتنافسين كلهم أتباع لمحمد مناحي وكان رأيه غلط وبدأ وعقاب ثبت وحصان وكان رأيه صحيح وهو اللي احتمى وأنقذ فيحان من الخروج ولا يبدأ نعم هذا كلام ابداح الله يجعلنا على هقوة الطيب أجايك يا عقاب هذا تمام؟ لكن هذا لا ينفي أن فيه منافسة قائمة على القيادة ما بين عقاب ومحمد مناحي اللي ثبت عندنا أن عقاب رأيه صح ومحمد مناحي غلط يعني واللي ثبت عندنا ان الشباب اتباع لمحمد مناحي وعقاب ما عنده اتباع تفضل يا ما ده. يعني تصرف عقاب هذا انك تلبس انه قائد النسخه لا انا ضد قائد النسخه انا ما قلت قائد النسخه انا اقول التحدي انا ما ابغى مسمى قائد النسخه هذا لكن انا شخصيا انا ابدا اتكلم عن الصعيد الشخصي الناس بكيفها يعجبني الرجل القادح القادح اللي رايه في ناس يشوفه صح انا ابدي اتفقوا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتفقوا مع الناس واحنا يعني لا الرسول اللهم صل وسلم وما بالك حنا لذلك انت يا عقاب تصرفك سليم وبيض الله وجهك وتمنيت الموضوع ما يظهر من جديد لكن حي هالراس يا برجع لك يا عقاب حي هالراس على هالقدحه ابو حزام عندك تعليق حي نبات انا الزعيم شوف الاولين يقولون ولا بخيل الا بخيل بجاهه ايه؟ لكن انا اقول ولا بخيل الا بخيل برايه عقاب حكيم الصدق رجال يصب الكلام صب ويحرك يعني الناس زي دركسون هواء يقدر هو يحل ترى القضية بجلسة لكن يمكن عقاب بعد هو بعد ما هو متفرد ولا هو يعني ايش اقول لك فارض رايح على المجموعة لكن المجموعة نفسها هي مع الوقت بتعرف ان الرجل هذا انه حكيم ورجل عنده راي ورجل فعلا زعيم لزملائه ولا في تعارض ولا تناقض ان محمد مناحي عمدة النسخة وهذا زعيم النسخة ولعلهم وعسى من القائد اذا هذا عمدة وهذا زعيم من القائد هذا مو برنامج عيفان عيفان معلش قائد خفي خذ مني الان اذا هذا العمدة محمد مناحي العمدة وانت اطلقت على عقاب الزعيم القائد منهم القائد الخفي يعني الان اديني بين ثلاثه مو باثنين يديرها من يعني عندنا نصف نهائي اهم شيء ها طيب تفضل ابو حزام لكن انا اشوف الحقيقه عشان اشخص حاله عقاب كانه يعني ماسك الحياد وكانه متطرف ونبي نسمع منها الان ما عنده جروب وكانه ما يبي يدخل معهم لا 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 ما عنده جروب يدعمه ما عنده جروب يدعمه نسأله عشان كذا هذا سؤال طيب والله عشان ما عندها جروب يقول لك عقاب ما عندها جروب يدعمه عشان كذا لما طلع في الشهرين عقاب اعتزل السوشيال ميديا ايه عشان ما عندها احد يدعمه ما عاد لقيناه اصلا عقاب عنده جروب خاصه عقاب كلنا عليه من زمان جاوب على سالم انا عارف ما عندنا من الاشغال كون ذا البرنامج والسوشيال ميديا كلنا عليه من زمان جاوب بس طيب سؤالك وش ابو حزام مدري. أنت الآن ما عندك أحد يدعمك ولا عندك جروب فازع معك عشان كذا اعتزلت السوشيال ميديا صرت لحالك جاوب على سالم حزام طيب قدام الجواب يعني عندي جواب يبرر في هذه وفي غيرها الحاجة الأولى في عقاب يوم شارك الحالة ترى يبي تنافس شريف على مراكز ترى محمدين نكون صح وراك ربع معلم روحي هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية اسم قايد النسخة كل رجال له وجهة نظر أنا اسم قايد النسخة لو أن العقاب حين جايين هنا نتنافس ما فيه قايد نسخة طيب. يربط الشباب كل يوم في حاجة واحدة سو كذا سو كل إنسان يقدم اللي عنده هذا عنده رياليتي وهذا شاعر وهذا منشد وهذا ما مخلينك يا عقاب مو مخلينك والله هذه الحاجة الأولى ما يخلها يا عقاب الحاجة الثانية والله العظيم من بينهم تنافس لا تربطونهم في قايد واحد ما فيه قايد رياجيل طيب. بينهم تنافس وكل رجال رايح في راسه من بغى الراي انصك على رفيقه قال يا ولد وش الراي كله بزعمه
27 رجال كل منهم رجال يقدح من راسه صار. كل انسان جاي يقدم اللي عنده واضح وما يبقى. عقاب يقول شوف ايش يقول عقاب يقول لك كل واحد يقدح من راسه وانا جاي هنا على تنافس مراكز ماني جاي اكون مجموعات وجروبات وهدم برنامجي انا بنجح يا جماعه واخر عني انا اتفق معك صح حسانك معك محمد منصور ابي ختمنا مع عقاب تفضل طبعا كلهم ان شاء الله يقدحون من رؤوسهم وكلهم ما في مقصور ما في اخويا كل بيهم يا سلام كلهم لا نزايد على هذا الموضوع انا في الختام بختم معك عقاب إذا يسمح عقاب يعني بهذا الشيء أو يقدر يرفض الحديث في ناس كثير تضغط على عقاب تقول إنه غيابه عن السوشيال ميديا وكذا الأكثر ما يعرف حقيقة وش عند عقاب المري من ضغوطات من يعني ظروف قاهرة جدا ما يقدر عليها إلا جبل شروى عقاب شروك الطيبي عقاب لك قصيدة أيضا في هذا الموضوع يعني عندك يعني هو شيء خاص فيك لكن أنا أتمنى إنك تظهره إذا تقدر بالقصيدة بالظروف اللي مرت فيها في القصة نبيها مختصرة مع القصيدة إذا وافقت طبعا حاضرين أبو منصور لا يختصر لا يختصر عطنا إياها عقاب القصة ما فيها أنا مالي من الإخوان إلا أخ واحد جعل ربي يرحمه يسكن الجنة جاه السرطان قبل 9 سنوات 15 سنة وقته وكان أبوي راجع به للرياض حن ساكنين في الشرقي كان يراجع به أبوي بعد ما ضربه السرطان بخمسة شهور صار للوالد حادث دخل في غيبوبة بعد ما طلع من غيبوبة طلع فاقد الذاكرة ومعه شلل نصفي وقتها يعني كان عمري 15 سنة وبين أخ وبين أب جعل ربي يطول عمرهم عماني وخواري وبني عمي كل بيهم ما قصروا غدوا لي يبان وغدوا لي إخوان ولكن فرق فقدان الأب وفقدان الأخ أنت في حفل تشوف لك صبي يتبع بيه هذه معك تاكل وتشرب تشوف لك واحد جالس في جنب اخيه يكلمه يضحك هو وياه يمزحون يخدمه اخيه ولا يخدم اخيه تحس بالشعور فبعد مرور الايام استرجع الوالد ذاكرته لا زال حاليا يراجع ما بعد سار الا الحين جعل رب ان شاء الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين امين اخي تدارك معه مرض السرطان لين وصل معه في الريه وانتشر معه السرطان قبل تقريبا 2 سنين وتوفى في شهر 6 اللي طاف الله يرحمه جعل رب يرحمه ويسكنه الجنه كتبت قصيدة بسيطة تبين بعض ما يكون شخص اجلس زين يا عقاب عشان المايك عدها اجلس زين عشان المايك اضغط على المايك عشان ما ينقطع الصوت فضل. واضح الصوت اي واضح الانسان دائما اذا ما يفقد اخ فيحتاج الى شخص يكون له اخ كلمه ما يختلف عليها اثنين مهما كانت قوته مهما كانت ضحكه وناسته فيه الجانب الثاني فيه الجانب اللي لا هيفت شمس العصر دكة فأقول فيها عشت الشعور الغريب اللي مزاجه غريب اللي انقذني غريب وحالتي مؤسفة كثرت علي الأدوية ومراجعات الطبيب ولازال فيني حزن والصدر فيها رجفه من عقب ماني بذب الرجم مقنب قنيب قدني بحاجة شقيقة النوم تيفك نفه عز الله أني لقيته فوق ظني وذيب وغدا خروجي من اللي عشت فيه دفه جاني وذود الطواري في الحنايا عزيز والوقت هش مضروعي بالضمير يقصفه وحلف علي ان ياخذ الحزن الرقيق المصيب وحلفت ما تاخذه وقال اجل ننصفه ما دام لي في الفرح لجاك قسم ونصيب فالحزن كانك ما ضفته في مثل ذي ضفه وقل لليالي تجيب من الزمن ما تجيب وكتوفي وكتوفك وحملك علي ينسفه ونالك اخ وتويم وعد نقرب قريب وما كفى دمعك في دمعي خذه بذرفه واصبحت عقبه قوي وصار ضلعي صليب وان جاني الهم قلت اخي هداه وشوفه سلام يا سلام شوف 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 هالشيء الجميل وياه كيف مشاعرهم شوف كيف جو التموا عليه الفقد فقد الاخ بعد فقد كلهم اخوان ان شاء الله امانه تلاحمهم ووقوفهم مع اخوهم هذا غير مستغرب شيء في صدورنا هذه تفضل ابو منصور هذه اعظم اذا ما هي اعظم لقطه ختام مرت على برامج الواقع هذه الظروف اللي ممكن ما تظهر للمشاهد الناس مو بكل الناس ترى مبسوطه شوف كيف مجتمعين عليكم الله
شكرا 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 نجومنا شكرا. بيض الله وجهك. يعطيكم العافيه ولا هي غريبه عليكم وفاكم وطيبكم. غرغرت عيون محمد منصور بالدموع وغرغرت عيون سالم حزام وتاثره بين ابداح تاثر. اسال الله ان يشفي كل مريض ولا يصيبنا في غالي لنا جمهورنا الغالي. في صورتين راح تعرض على الشاشه واحده لوكيلة الجمهور اللي دائما حاضره ساره المطيري. شكرا لك انت وكيلة الجمهور معنا هذا الاسبوع. وايضا الهوست راح يكون خليكم مع الصوره بدل ما نقول لكم ما ابغى احرق شيء. خليكم مع الصوره جمهورنا الغالي الى ان نلقاكم غدا. انا علي بالرويه معي زملائي في امان الله. وخليكم الختام مع الصورتين المتتاليات الى ان نلقاكم في امان الله. ما قصرت والله. شكرا لكم.